تروح فين وبكام في ماليزيا. في الفيديوهات بتاعت تروح فين وبكام بنتكلم على اسعار السكن والمواصلات والرحلات واهم الاماكن اللي نزورها هناك، وطبعا في الاخر بديكوا شويه نصايح مهمه قوي في البلد دي. اللي اول مره يتفرج عليا، انا اسمي عبد الرحمن علي وانا بعمل فيديوهات عن السفر من كل مكان بسافر ليه، فلو انتم مهتمين بمحتوى ليه علاقه بالسفر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتفرجوا على حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالسفر. فمن غير رغي كتير خلينا نخش في الفيديو على طول ونبدا باول حاجه وهي السكن في ماليزيا. بالنسبة 90% لما تيجوا مسافرين لماليزيا في الغالب هتنزلوا في العاصمة كوالالمبور، والعاصمة كوالالمبور من العواصم عامة المتطورة شوية في آسيا، لأن أنا رحت عواصم كتيرة تانية في آسيا وما كانوش بالتطور وناطحات السحاب وكل الكلام اللي احنا شايفينه قدامنا وورايا. غير كده ماليزيا تعتبر بلد أغلى شوية من بلاد موجودة تانية في جنوب شرق آسيا. هي مش غالية بس هي برضو مش رخيصة. في بلاد كتيرة قوي في جنوب شرق آسيا أرخص منها، وطبعا هنتكلم على كل حاجة من دول بالتفصيل قدام. نخش في السكن. في الفيديو ده في السكن هتكلم على حاجتين بالظبط، اول حاجة الاوتيلات وتاني حاجة هي الهوستل او البيوت بتاعت الشباب اللي هي بتاعت المغامرين المسافرين الرحالة شوية. بالنسبة للاوتيلات انا هتكلم على افريج سعر الاوتيلات في كل المدن اللي انا روحتها، من ضمنهم كوالالمبور، بينانج، لانكاوي، وكاميرون هايلاند. متوسط سعر الاوتيلات في كلهم تقريبا بيبدأ من 35 دولار، ده طبعا في الليل. بيبقى في حاجات طبعا ب 40 و 50 و 60 و 70 و 80 واكتر من كده. وخلوا بالكم من حاجه مهمه قوي خصوصا في الاوتيلات، ان بيبقى في ضريبه على كل ليله ثمنها 10 رنجت، وال 10 رنجت دي تساوي حوالي 2 دولار و 20 سنت تقريبا او 30 سنت، ودي ضريبه بتبقى مفروضه على الاوتيلات والسائح هو اللي بيدفعها. تعتبر ضريبه على السائح يعني على كل ليله بيقعدها في اوتيل، والقيمه بتاعتها زي ما قلت لكم 10 رنجت، غير بقى لو هم غيروها علوها لغوها مع الوقت. ده بالنسبه لتكلفه الاوتيلات او افريج السعر بتاعها كام في كوالالمبور، كاميرون هايلاند، بينانج، ولانكاوي. لو جينا بقى نتكلم على اسعار الهوستلز اللي موجوده برضو في الاربع مدن دول، هقول لكم على اسامي كمان الاماكن اللي انا قعدت فيها وافريج السعر بيبقى كام. في كوالالمبور انا قعدت في هوستل اسمه ستاب ان هوستل، هوستل على قده قوي، كنت قاعد في اوضه فيها اربع سراير وتمن الليله هناك كان حوالي 6 دولار. في كاميرون هايلاند قاعد في اوضه فيها 32 بني ادم يعني 32 سرير، وافريج اليوم هناك ما بين 6 ل 7 دولار، كنت قاعد في مكان اسمه سليب بوكس. بالنسبه بقى الجزيره بتاعه بينانج او الحي تحديدا بتاع جورج تاون اللي موجود في جزيره بينانج، انا كنت قاعد في هوستل اسمه ذا 80s جيست هاوس، وتمن الليله هناك كان بيتراوح من 8 ل 9 دولار. للاسف سياسه غريبه قوي في الهوستلز في ماليزيا عامه لاحظتها، ان الفطار ما بيبقاش انكلودد ولا عندهم فطار اصلا، مع ان في الطبيعي في اي هوستل تقريبا انا روحته قبل كده بيبقى عندهم فطار والفطار بيبقى انكلود. المهم يعني ده كان المكان اللي انا قعدت فيه في بينانج في جورج تاون. نخش بقى على لانكاوي. لانكاوي افريج الليله هناك بيتراوح من 6 ل 12 دولار، وانا كنت قاعد هناك في هوستل اسمه باد اتيتيود، والاوضه بتاعتي كان فيها 32 شخص، فانا كنت سرير من ضمن ال 32 سرير اللي كانوا موجودين هناك. كل الهوستلز اللي انا قلت عليها دي في معظمهم بيبقى فيهم برايفت رومز، في منهم بيبقى فيه اوض فيها سراير اقل، يعني بدل 32 مثلا في 12 في 8 في 4 وفي اوض برايفت. بس خليني اقول النصيحه كامله، الهوستلز مش مكان خالص للعائلات، الهوستلز مكان للشباب المغامرين المسافرين الرحاله اللي عايزين يروحوا اماكن كتيره قوي بارخص طرق يقدروا عليها. انما طبعا انتوا لو عيله بتتفرجوا على الفيديو ده فطبعا انصحكم ان انتوا تقعدوا في اوتيلات، اوعوا تقعدوا في هوستل. اما بالنسبه للشباب فانطلقوا على طول وروحوا هوستلز، هتساعدكم ان انتوا تتعرفوا على ناس كتير وفي نفس الوقت طريقه اقتصاديه جدا للسفر. اخر حاجه حابب ان انا اضيفها في الجزء بتاع الاكوموديشن ده او السكن هي اير بي ام بي. لو انتوا عايزين تقعدوا في شقه فندقيه ممكن تشوفوا الابلكيشن بتاع اير بي ام بي وتختاروا شقه فندقيه من عليه وتقعدوا فيها، برضو بتبقى شبه الاوتيلات، ودي بتنفع قوي لو العدد بتاعكم مثلا 4 أو 5 أو 6 شباب حتى، وعايزين مثلا تاجروا مكان مثلا ب 40 دولار في اليوم يكفي 6 بني ادمين، فتقسموا ال 40 دولار دول على الستة هتلاقي ان الموضوع بقى رخيص جدا. وبكده نكون خلصنا اول جزء في الفيديو ده وهو السكن واسعار السكن في ماليزيا. يلا بينا بقى نخش في تاني جزء في الفيديو وهو المواصلات في ماليزيا. الصراحة البنية التحتية بتاعت المواصلات في ماليزيا كويسة جدا جدا جدا، عندهم بجد كل انواع المواصلات، عندهم مترو وعندهم قطورة وعندهم تاكسي وجراب. جراب ده ابلكيشن مهم جدا يا جماعة للتنقل في ماليزيا، وعندهم سكوترز وباخرات وعبارات وطيارات وكل حاجة تقدروا تتنقلوا من اي حتة تقريبا كل الوسائل. فخلينا ناخدهم كده وسيلة وسيلة واديكوا اهم النصايح في موضوع المواصلات. خلينا
خلينا نبدأ بأول مواصلة بتوترنا لما بننزل البلد. أنا دلوقتي نزلت المطار بتاع كوالالمبور، إيه أحسن مواصلة أخدها توديني لوسط البلد؟ عندنا أنواع مواصلات كتيرة قوي وأسعارهم مختلفة. أول مواصلة وممكن دي تبقى أسهل مواصلة هي إن أنت تاخد تاكسي أو جراب من أول لما تنزل المطار وهينزلك لوسط المدينة على طول، وده يعتبر أريح حل. تاني حاجة ممكن تاخدوا القطر على طول أول لما تنزلوا من المطار، والقطر برضه هينزلكم وسط المدينة كوالالمبور، بس القطر سعره اغلى شويه من الباص اللي موجود هناك. سعر تذكره القطر اللي وسط المدينه في كوالالمبور كان تقريبا حوالي 20 دولار. ممكن ناس كتير قوي ما تبقاش حابه تدفع 20 دولار دي اول ما تنزل وتحس ان الرقم ده غالي شويه، فخليني اقول لكم على ارخص طريقه تروحوا بيها من مطار كوالالمبور لوسط المدينه. مبدئيا كده المطار بتاع كوالالمبور متقسم جزئين، هتسمعوا الاسم ده كتير، كليا. كليا دي متكونه من 4 حروف، KLIA، كوالالمبور انترناشونال ايربورت. في كليا 1 وفي كليا 2. الباصات بتتحرك من كليا 2. انتوا لو نزلتوا في كليا 1 في باص ببلاش هياخدكم من قدام كليا 1 يوديكوا كليا 2، ومن كليا 2 هتخش جوه هتلاقوا بتوع الباصات كلهم جوه، تحجزوا التذكره بتاعتكم لمحطه اسمها كي ال سنترال او كوالالمبور سنترال. في محطتين باص مشهورين جدا في وسط المدينه في كوالالمبور، اول واحده هي اسمها كي ال سنترال، وعندنا محطه ثانيه مشهوره جدا برضو للباصات والقطوره كمان اسمها تي بي اس. دول اهم محطتين المفروض تبقى عارف اسميهم في كوالالمبور. انت هتحجز الباص بتاعك من كليا 2 وهتوصل كي ال سنترال. الباص بقى ده ثمنه قد ايه؟ الباص ده ثمنه حوالي 15 رنجل، يعني كان بالتقريب كده حوالي 3 دولار و40 سنت او 3 دولار و30 سنت. نزلنا من 20 دولار تيكت القطر ل 3 دولار ونص تقريبا، وهتودينا لحد وسط المدينه. عيب موضوع الباص ده او عيب ان انت هتوفر هنا ان انت هتستنى شويه لحد اقرب باص متاح ينزلك وسط المدينه. الميزه طبعا ان هو ارخص بكتير قوي من القطر او من جراب اللي هياخدك من المطار وينزلك وسط المدينه، فكل واحد يستخدم وسيله المواصلات اللي تريحه في موضوع المطار ده. نخش بقى في انواع وسائل المواصلات اللي ممكن تستخدموها عشان تسافروا ما بين ماليزيا. خلينا نتكلم الاول في انواع وسائل المواصلات اللي ممكن تاخدكم من مدينه لمدينه. زي ما قلت لكم بنسبه 99% المحطتين اللي هتتحركوا منهم من كوالالمبور او هترجعوا لهم هيبقوا محطه اسمها كي ال سنترال ومحطه ثانيه اسمها تي بي اس. بس المحطه الاساسيه اللي بجد تقريبا بيطلع منها كل حاجه هي محطه تي بي اس. تقدروا من المحطه بتاعه تي بي اس ان انتوا تحجزوا تقريبا باص لاي حته في ماليزيا. فنصيحتي لو انتوا رايحين اي حته وعايزين باص تروحوا المحطه بتاعه تي بي اس تحجزوا الباص من هناك، سهل جدا. في اكشاك اصلا معموله هناك شغاله اوتوماتيك، ممكن تدخلوا عليها المكان اللي انتوا عايزينه وتدفعوا من خلال المكنه كمان، يا اما بتدفعوا عن طريق الكارت بتاعكم يا اما بتدفعوا عن طريق الكاش عادي جدا والمكنه بتطلع لكم الباقي. ممكن برضو تحجزوا المواصلات بتاعتكم اونلاين لو عايزين. في موقع مشهور جدا في اسيا اسمه 12 جو ايجيا، الموقع ده مشهور جدا للمواصلات في اسيا بشكل عام، ممكن تحجزوا منه قطوره، طيارات، باصات، فيريز، كل حاجه. فيريز دي اللي هي الباخرات يعني او العبارات الصغيره اللي بتاخدكم معظم الوقت من جزيره لجزيره او من جزيره للمينلاند او الارض عامه الاساسيه اللي انتوا بتبقوا رايحين عليها، قصدي المينا يعني. فاحنا كده لو عايزين ناخد باص مثلا هناخد الباص بتاعنا من تي بي اس يودينا مثلا كاميرون هايلاند. الباصات من تي بي اس الكاميرون هايلاندز هتبقى في افريج مثلا من 40 ل 60 رينجت على حسب الوقت اللي انت بتحجز فيه وعلى حسب نظافه الباص والباص اللي انت هتركبه. افريج الباصات عامه بشكل عام سواء بقى من كوالالمبور لكاميرون هايلاند او من كاميرون هايلاندز لبنانج او من ايا كان لفين لفين، تقريبا يعني افريج الباصات اللي هتسافر بيها بيلعب ما بين 40 ل 60 رينجت. اطول باص انا اخدته اصلا كان مدته 12 ساعه او 13 ساعه كمان، كان من مكان اسمه كوالا بيرلس، ودي المينا اللي بترجعوا منها من لانكاوي. خدت من كوالا بيرلس لكوالالمبور دي كانت ب 60 رينجت، كان باص مريح جدا الصراحه، بس الرحله كانت طويله قوي قوي قوي. ده يعتبر الافريج بتاع الباصات تحجزوها منين وكل الكلام ده. لو برضو انتم متوترين شويه تحجزوا الباصات في المدن الثانيه منين، فبالنسبه لمثلا كاميرون هايلاندز لقوا اصلا محطه الباصات موجوده في وسط المدينه، وهي المحطه اللي انتوا هتنزلوا منها، فانتوا هتبقوا عارفين اصلا المكان بتاعها اول ما تنزلوا كاميرون هايلاند. بالنسبه لبقى بينانج او جورج تاون، ففي باصات بتروح اصلا من كاميرون هايلاند لجورج تاون دايركت. هيبقى عندكم تو اوبشنز ساعتها، يا اما تروحوا دايركت يا اما هتنزلوا في مينا اسمها باتر وورث على حسب تذكري للاسم يعني. ومن المينا دي بتاخدوا عباره تعديكم من الناحيه الثانيه توصلكم لحد جزيره بينانج. العباره بقى دي ثمنها قد ايه؟ تقريبا رينجت و20 سنت، يعني حوالي ربع دولار تقريبا. فيا اما هتاخدوا الباص من
كاميرون هايلاندز يوديكوا جورج تاون دايركت، يا اما هينزلكوا في باتر وورث، ومن باتر وورث هتتمشوا شويه تخشوا المينا تقطعوا تذكره وتعدوا من المينا دي توديكم الناحيه الثانيه. بس خلي بالكم يا جماعه من المواعيد، حاولوا على طول ان انتوا تسافروا الصبح خصوصا لو هتاخدوا عبار، عشان الحاجات دي ممكن ما تبقاش شغاله بالليل. بصوا كتير قوي برضو على الطيران ما بين اماكن لاماكن تانية. يعني مثلا انا خدت طياره من جورج تاون للانكاوي، الطياره دي كان ثمنها $6.85، وكان معاها شنطه بطلع بيها على الطياره وشنطه تانية وزنها 20 كيلو. فممكن تلاقوا ديلز وصفقات حلوه جدا اونلاين. استخدموا سكاي سكانر، وشوفوا برضو على موقع تاني اسمه اي دريم. وعامه اللي لسه مش عارف ازاي يستخدم برنامج سكاي سكانر وعايز يتعلم يستخدمه ازاي، هسيب لينك تحت لفيديو بشرح فيه استخدام برنامج سكاي سكانر بالتفصيل الممل، شوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو. يبقى احنا كده وسائل المواصلات اللي اتكلمنا عليها للتنقل ما بين المدن خلاص خلصناها. الطيارات قلنا نبص عليها، الباصات احدى وسائل المواصلات الاساسيه وسعرها كويس جدا، بيتراوح ما بين 40 ل 60 رنجل، يعني حوالي من 10 ل 14 دولار تقريبا. البواخر او العبارات الصغيره برضو دي سعرها كويس جدا. العباره اللي خدتني من لانكاوي ترجعني كوالا بيرلس كان ثمنها تقريبا 26 رنجل. انتوا بقى ممكن تقسموا الرنجل ده على العمله بتاعت بلدكم او على الدولار عشان تعرفوا القيمه بتاعت 26 رنجل دول قد ايه. التنقل بقى جوه المدن نفسها، يعني احنا دلوقتي مثلا في كوالالمبور او في كاميرون هايلاندز او في بينانج او في لانكاوي، نتنقل جوه ازاي او ايه احسن وسيله تنقل؟ احسن وافضل وسيله تنقل تتنقلوا بيها جوه كاميرون هايلاندز وبينانج ولانكاوي هي السكوتر. ان انتوا تاجروا سكوتر باليوم وتبتدوا ان انتوا تلفوا بيه المدينه كلها براحتكم. بس تحذير، التحذير ده مهم جدا جدا جدا، اوعوا 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 يا جماعه تاجروا سكوتر وانتوا ما بتعرفوش تسوقوا سكوتر كويس جدا جدا جدا. هتعرضوا حياتكم للخطر وهتعرضوا حياه اللي حواليكم كلها للخطر. وغير كده لو لا قدر الله حد فيكم عمل حادثه، هيضطر ان هو يروح مستشفى ويدفع اللي وراه واللي قدامه، وهيصلح السكوتر للراجل وهياخد منه فلوس كتيره جدا، وكمان هو اللي هيبقى غلطان في الحادث. فلو مش بتعرفوا تسوقوا سكوتر، اوعوا يا جماعه تسوقوا سكوتر في اسيا. بس لو بتعرفوا تسوقوا سكوتر هتستمتعوا جدا، لان الصراحه الموضوع ممتع قوي قوي قوي. خصوصا احلى مكان الصراحه استمتعت فيه وانا بسوق كان في لانكاوي. الطرق هاديه خالص، مفيش حد في الطرق، والطرق جميله كده وكلها خضار ومناظر طبيعيه وهميه. ثمن تاجير السكوتر في اليوم بيبقى حوالي 30 رنجل، ده من غير البنزين طبعا. فول تانك البنزين بيبقى بحوالي 5 رنجل. بس لو حد قال لكم اكتر من 30 رنجل في اليوم للموتوسيكل فصلوا معاه، لان هو ب 30 رنجل. لو مش قابل الفصال دوروا على حد تاني، لو ما لقيتوش بقى يبقى ده حظ. تاني وسيله بقى تتنقلوا بيها هي جراب. ركزوا قوي في وسيله المواصلات والمدن اللي بقولها بعديها، عشان في مدن ما ينفعش تستخدموا فيها حاجات معينه. يعني لو لاحظتوا مثلا السكوتر ما قلتش عليه في كوالالمبور خالص، بالنسبه للابلكيشن بتاع جراب ده ينفع تستخدموه في كوالالمبور وبينانج ولانكاوي، مش مستخدم قوي في مدينه كاميرون هايلاند، ويعتبر يعني مش مستخدم خالص. جراب ممكن تستخدموه لو انتم مش بتعرفوا تسوقوا سكوترز، فهيبقى اسهل قوي عليكم في الحركه. ثالث وسيله مواصلات هي القطوره او المترو بشكل عام، وده ينفع تستخدموه في المدينه بتاعه كوالالمبور، وتقدروا ان انتم تخشوا على اي مكنه من المكنات اللي بتبقى موجوده عند المترو، تقولوا المحطه اللي انتم عايزين تروحوها، بيطلع لكم تيكت اوتوماتيك وبتدفعوا من خلال المكنه. هقول لكم بصراحه انا كنت بستخدم المترو ازاي عشان ابقى عارف انا المفروض انزل في انهي محطه. انا كنت بحط المكان اللي انا عايز اروحه مثلا على جوجل مابس. يعني مثلا افتراضا انا عايز اروح الحي الصيني، فهحط الحي الصيني وبعد كده هعمل دايركشنز واختار الاوبشن بتاع المترو او القطر. هو هيقول لي اقرب محطه ليا فين، هبتدي اتمشى للمحطه دي، وبعد كده هيقول لي من المحطه دي هتركب لحد ما توصل لمحطه كذا على خط كذا. ابتدي انا اخش جوه المترو ادور على الخط ده، وابتدي ادور على التيكت اجيبها منين، وافضل ماشي زي ما جوجل مابس بيقول لي. وعلى طول كنت بقول، ودي كانت من الحاجات الحلوه قوي اللي موجوده في ماليزيا، ان الحاجات دي فعلا كانت اكيوريت قوي او كانت معموله بدقه، فعمركم ما هتوهوا لو انتوا بتعملوا الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. ودي فعلا عن تجربه. السيستم بتاع المترو والقطوره وكل الحاجات اللي موجوده في ماليزيا دي ممكن تبقى بتلخبط شويه، لان هم عندهم خطوط كتيره قوي وانواع قطوره مختلفه. بس ما تقلقوش الموضوع سهل، وفي ناس كتيره قوي شغالين في المترو تحت، ممكن تسالوهم على اي حاجه وعلى طول بيساعدوا. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع المواصلات في ماليزيا بشكل عام، كل المدن وكل حاجه. اتمنى ان هو كان يكون مفيد بالنسبه لك. لو استفدتوا يا جماعه لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا كده كومنت للدعم، لان بجد بيساعدني قوي. وشاركوا الفيديو ده مع اي حد من صحابكم اللي ناويين يروحوا ماليزيا، او مع اصحابكم اللي هتروحوا معاهم. نخش بقى في اهم الاماكن للزياره في ماليزيا. في الجزء ده هناخد
بلد بلد، وكل بلد هنقول فيها اماكن الزيارة بتاعتها والاسعار بتاعت اماكن الزيارة دي كمان كام. خلينا نبدأ بالعاصمة كوالالمبور. العاصمة كوالالمبور مش محتاج ان انتوا تقعدوا هنا ايام كتير، يعني 3 ليالي حلوة قوي 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 بجد عليه. الحاجات بقى اللي ممكن تزوروها في كوالالمبور هي ايه؟ عندكم كهوف الباتو، والحلو في كهوف الباتو ان هي ببلاش، مش هتحتاجوا اي حاجة غير ان انتوا تروحوا هناك بس بجراب، او هتروحوا هناك بالقطر بتاع المترو وهينزلكم عند كهوف الباتو على طول. ودخول كهوف الباتو ببلاش خالص. تاني مكان ممكن تزوروه هي الابراج بتاعه باترونس، دول اطول برجين توأم مربوطين ببعض في العالم. طبعا ان انتوا تروحوا هناك وتتفرجوا على البرجين دول وتصوروا معاهم من تحت وكل الكلام ده ببلاش. وسعر تذكره الدخول للناس الكبيره حوالي 35 رينجت عشان تطلعوا فوق. حاجه بقى من الحاجات الغريبه قوي اللي انا عملتها في كوالالمبور هو ان انا جربت اقعد في اوتيل فضاء. قاعدين بقى جوه كبسولات وفي روبوتات جوه بتتحرك وحاجات. الاوتيل ده انا عملت عنه فيديو كامل، هسيبه برده تحت في الوصف لو حابين تتفرجوا عليه بعد ما نخلص الفيديو. بس هي تجربه جميله جدا ومختلفه خالص عن اي مكان انا قعدت فيه قبل كده. عندهم اوض خاصه للعائلات والكابلز، بيبقى فيها حتى ساعات حمام جوه الاوضه، يعني اوضه العائله مثلا بيبقى فيها 4 كباسين، كل كبسوله لوحدها. لو انتوا مثلا 4 افراد كل حد هيبقى قاعد في كبسوله لوحده. هو اوتيل سلاش هوستل كده، لان برده في اوض فيها كبسولات كتيره جدا، يعني مثلا في اوض كان فيها 8 و16 كبسوله. بس التجربه بشكل عام مختلفه جدا عن اي حاجه، فممكن تجربوا برده المكان ده لما تيجوا لو انتم يعني انترستد في الايديا نفسها. بس ممكن عائلات كتيره قوي ما تفضلش ان هي تقعد في مكان زي ده، علشان مش بيبقى فيه خصوصيه قوي، لان المكان حتى اللي بنقعد فيه اللي هو السوشيال سبيس او المكان الاجتماعي اللي بيبقى موجود بره بيبقى فيه ناس كتير، علشان المكان ده مش اوتيل، هو اوتيل سلاش هوست. الليله الواحده هناك كلفتني حوالي 10 دولار. رابع مكان بقى ممكن تزوروه في كوالالمبور هو الحي الصيني، والحي الصيني موجود في وسط كوالالمبور على طول. تلاقوا هناك بقى مطاعم للاكل، اماكن للعصير، اكل كتير تجربوه، والاجواء بتاعته عامه لذيذه. ممكن تروحوا تتمشوا هناك وتشتروا حاجه سوفونيرز مثلا او حاجه من هناك. خامس مكان هي الاسواق الليليه اللي موجوده في كوالالمبور. جنب الحي الصيني عامه هتلاقوا فيه شوارع كتيره قوي متفرعه، فيها اكل شارع، فيها ناس بتبيع حاجات في الشارع، فيها حاجات كتيره قوي تعتبر الاسواق الليليه اللي موجوده في كوالالمبور. برضو التجربه والمشي في الاماكن دي كلها لذيذه قوي. في برضو شارع مشهور جدا باكل الشوارع اسمه الور ستريت فود، ده مشهور جدا برضو، ممكن تروحوا تجربوه، ويعتبر نايت ماركت كمان. غير بقى كل الاماكن بتاعت الزياره دي، العاصمه كوالالمبور فيها مولات كتير قوي. لو حابين ان انتوا تروحوا تعملوا شوبينج وكل الكلام ده، فهتلاقوا برضو مولات كتيره قوي. وبس دي تعتبر كل حاجه ممكن تعملوها في العاصمه كوالالمبور من وجهه نظري. خلينا بقى نخش على المدينه اللي بعدها، وهي مدينه كاميرون هايلاند. مدينه كاميرون هايلاندز من احلى المدن اللي انا روحتها، مدينه هاديه خالص كده موجوده في وسط الجبال. الجو هناك حتى مختلف، مفيش رطوبه عاليه ولا اي حاجه. اهم الحاجات اللي تزوروها في كاميرون هايلاند، اول حاجه هي مزارع الفراوله، وفي مزرعه فراوله مشهوره قوي اسمها راجوز فارم او مزرعه راجو. برضو عملت عنها فيديو كامل عن المكان ده، هسيبه برضو تحت في الوصف. تقدروا تشوفوا يا جماعه السلسله بتاعت ماليزيا كلها بعد ما تخلصوا الفيديو ده، عشان تتفرجوا على كل الاماكن بعينيكم، تشوفوا انتوا حابين المكان ده ولا لا، تتفرجوا على التجربه كلها عامله ازاي، عشان بجد تقدروا تختاروا انتوا عايزين تروحوا انهي من التجارب دي. لان انا هنا بقول برضو المعلومه يعتبر بسرعه، انما كل معلومه منهم ليها فيديو كامل لوحدها تقدروا تتفرجوا عليها من السلسله بتاعت ماليزيا كامله. مزارع الفراوله بتروحوا هناك وتتفرجوا على المزارع بتاعت الفراوله، الزراعه بتاعتها، بتقدروا ان انتوا كمان تعيشوا التجربه. لو انتوا عايزين تاخدوا زي باسكت كده ومقص، وبتقعدوا بقى تقصقصوا شويه فراوله وتاخدوها معاكم كمان وتاكلوها لما ترجعوا. ثمنها 40 رنجت، يعني حوالي 8 دولار. بس ال 40 رنجت دول يكفوا شخصين، يعني ممكن شخصين يخشوا بتذكره واحده. وبرده دي معلومه مهمه جدا ممكن ما كنتوش تبقوا عارفين. وال 40 رنجت دول كمان بيسمحوا لكم ان انتوا تاخدوا حوالي نص كيلو من الفراوله اللي بتقطفوها جوه. تاني حاجه هي الغابه بتاعت موسي او موسيز فورست. المكان ده الصراحه كان ساحر، غابه كده على ارتفاع عالي قوي، بجد بجد رهيبه، كلها ضباب بقى في طريقه مش طبيعيه، وبتخشوا كده في طريق معين هم عاملينه. اتفرجوا بقى على الغابه دي وتعيشوا الاجواء الساحره بتاعتها. في هناك شجر كتير قوي، حيوانات، حشرات نادره. لو انتوا حابين تتفرجوا عليها، بس ما بيبقاش شرط خالص ان انتوا تعرفوا تشوفوا ولا الحيوانات ولا الحشرات، ممكن يظهروا وممكن ما يظهروش، فدي حاجه انتوا حظكم. تمام. تذكره الدخول لموسي فورست او الغابه بتاعت موسي كان 30 رنجت للشخص. تالت حاجه وهي مزارع الشاي. مزارع الشاي يا جماعه بجد هناك رهيبه، تحفه
تحفة تحفة. هنصحكم بأحلى واحدة من وجهة نظري وهي اسمها كاميرون فالي تي بلانتيشن. دي بالنسبة لي أحسن مزرعة شاي موجودة هناك. المكان ده بيبقى موجود فيه كافيه فوق، بتبقوا باصين على مزارع الشاي كلها من فوق، والشاي كان ثمنه تقريبا 5 ريال. الشاي كان اسمه تي تاري، وده بيبقى حاجة عاملة زي الشاي باللبن كده عليها شوية مصاري. إنما تيكت الدخول بقى بتاعكم إن أنتوا تخشوا تتمشوا وسط المزارع دي كان بتقريبا 6 ريال، حاجة بسيطة جدا برضه. فتقدروا إن أنتوا تستمتعوا بالإكسبيرينس دي بفلوس قليلة جدا، ودي بجد يا جماعة فعلا من أحلى الحاجات اللي ممكن تعملوها في كاميرون هايلاندز. أنا فعلا استمتعت جدا بالمكان ده. وآخر حاجة ممكن تعملوها في كاميرون هايلاندز هي إن أنتوا تستمتعوا عامة بالمدينة بتاعة كاميرون هايلاندز. هتتمشوا في الشارع الرئيسي بتاع المدينة نفسها وتتفرجوا على المحلات الشعبية اللي موجودة هناك، تاكلوا من الأكل الشعبي. الصراحة المدينة الأجواء بتاعتها جميلة قوي والجو بتاعها كان رهيب. نخش بقى في ثالث مدينة أو جزيرة هنتكلم عليها، وهي جزيرة بينانج، وهنتكلم على الحي بتاع جورج تاون. طبعا هنتكلم على أماكن كتيرة قوي في الجزيرة نفسها، بس الحي بتاع جورج تاون هو يعتبر أحلى حي وأكتر حي سياحي الناس بتقعد فيه في الجزيرة بتاعة بينانج. جزيرة بينانج من الجزر الحلوة قوي والمشهورة اللي الناس بتروحها في ماليزيا. خليني بقى بالترتيب كده أقول لكم على أهم الحاجات اللي ممكن تعملوها هناك وأسعارها كمان كام. الحي بتاع جورج تاون اللي موجود في جزيرة بينانج من الأحياء الجميلة جدا، هيعجبكم فيها المعمار والرسومات اللي موجودة على الشوارع. دي تعتبر أول حاجة هتلاحظوها أو ممكن حتى تعملوها هناك وببلاش، هي إن أنتوا تتفرجوا على جمال الرسومات اللي موجودة على الحوائط هناك. أنتوا أصلا لو كتبتوا على جوجل مابس وأنتوا في جورج تاون ستريت أرت، هيطلع لكم كل اللوكيشنز بتاعة الرسومات اللي موجودة على الحيط. فأنا عارف إن دي ممكن تبقى حاجة لذيذة جدا لناس كتيرة قوي منكم اللي بيحبوا الستايل ده، إن هم يروحوا ويتمشوا ويتفرجوا عليه. تاني حاجة هي الأسواق الشعبية اللي موجودة في جزيرة بينانج. في أسواق شعبية ليلية موجودة كتيرة قوي هناك، ومعظمها بقى بيبيعوا أكل وسوفينيرز وحاجات كده بالليل، فدي من الحاجات اللي فعلا ما ينفعش برضه تفوتوها هناك. تالت حاجة ممكن تعملوها في الجزيرة بتاعت بينانج هي إن أنتوا تزوروا الحدائق العامة أو البوتانيكال جاردنز بتاعت بينانج. اللي اتفاجئت بيه إن البوتانيكال جاردنز بتاعت بينانج ببلاش، لأن أنا دخلت البوتانيكال جاردنز اللي موجودة في سريلانكا تحديدا مدينة كاندي وكانت بفلوس، دخلت بتاعت دبي وكانت بفلوس. طبعا هي مش حلوة قوي ورهيبة زي الحاجات مثلا اللي كانت موجودة في سريلانكا أو دبي، بس ستيل مكان ممكن تروحوا فيه ببلاش تستمتعوا بالخضار والأشجار والحاجات النادرة اللي موجودة حواليكم. مش شرط خالص إن كلنا نبقى حابين إن احنا نروح المكان ده، بس طبعا أنا لازم أقول عليها عشان عارف إن في ناس منكم هيبقوا حابين إن هم يروحوا يتفرجوا على حاجة زي كده. رابع حاجة هي إحدى رحلات التسلق اللي موجودة في الجزيرة بتاعت بينانج، وهي بينانج هيل أو التل بتاع بينانج. التل بتاع بينانج ممكن توصلوا له للقمة بتاعته عن طريق حاجتين، يا إما تتسلقوا عادي والتسلق هياخد منكم حوالي ساعتين تقريبا أو 3 ساعات لحد ما توصلوا للقمة، أو ممكن تاخدوا العربيات بتاعة التليفريك أو الكيبل كارز اللي موجودة هناك وتطلعوا على طول لفوق. الكيبل كار الطريق الواحد تمنها تقريبا 15 رينج. ده غير كمان إن أنتوا لازم تبقوا لابسين ماسك، فحاولوا لما تروحوا بينانج هيل لو هتركبوا الكيبل كار إن أنتوا تبقوا لابسين ماسك، عشان هتدفعوا تمن غالي قوي على ماسك، تقريبا هتدفعوا حوالي 2 دولار تقريبا، بس هتاخدوا كيس ماسكات كده يعني. بس لو معاكم ماسك استخدموه، مش معاكم هاتوا من صيدليه او اي حاجه مثلا ماسك واحد عشان تعرفوا تطلعوا. لو هتستخدموا الكيبل كار، الكيبل كار ممكن تشتروا تيكت وان واي تطلعوا بيه او تيكت وان واي تنزلوا بيه، وتمن التيكت الواحد لكل طريق 15 رينج. خامس حاجه ممكن تعملوها في الجزيره بتاعه بينانج هي واحده من اشهر المعابد اللي موجوده هناك، وهو المعبد بتاع كاك لوك سي. هو اسمه غريب شويه انا عارف، بس ده احدى اشهر المعابد اللي موجوده في الجزيره بتاعه بينانج. ممكن تروحوا هناك، المعمار بتاع المكان ده جميل جدا، ممكن تروحوا برده تتفرجوا عليه، وبرده الدخول بتاع المعبد ده ببلاش. اخر حاجه بقى ممكن تعملوها في الجزيره بتاعه بينانج، ودي بالنسبه لي بجد كان اكتر حاجه مفضله انا عملتها هناك، هي ان انتوا تزوروا الناشونال بارك بتاع بينانج. ليه الناس بتزور الناشونال بارك بتاع بينانج؟ علشان تروح شاطئ هناك اسمه المونكي بيتش او شاطئ القرود. الشاطئ ده يا جماعه كان رهيب، فاضي، كان هادي، كان فعلا رهيب، تحفه تحفه تحفه. فعلا عجبني جدا الشاطئ ده عشان كان هادي جدا، ممكن تاكلوا عليه لو عايزين تشربوا حاجه، تقعدوا هناك في كامل الهدوء. تقدروا تروحوا الشط ده بطريقتين. اول لما تخشوا عند الناشونال بارك هيبقى قدامكم كده كده ان انتوا لازم تقطعوا التذكره بتاعه الناشونال بارك، ثمنها 50 رينج، وبعد كده هيبقى قدامكم حلين من هناك، يا اما هتعملوا رحله التسلق اللي هتاخد منكم حوالي ساعة ونص تقريبا لحد ما توصلوا للشاطئ بتاع القرود، يا اما ممكن تاخدوا مركبه من هناك توديكم على طول على شاطئ القرود. انا الصراحه ما عملتش المركبه، فانا مش عارف سعرها كام، بس اتوقع ان السعر بتاعها مثلا هيبقى 30 40 رينج طبعا للفرد. او ممكن تعملوا الهايك نفسها او رحله التسلق ساعه ونص لحد ما
توصلوا هناك، ودي بتبقى ببلاش خالص. بس طبعا انصح برضو ان اللي يعملوا الجزء بتاع التسلق ده يبقوا شباب وما عندهمش مشكله ان هم يتبهدلوا شويه في الغباء، لان رحله التسلق دي ممهده بس مش ممهده 100%، فيها حتت صعبه، فيها حتت فري ستايل كده اللي هو مثلا بتمسك جذع شجره وتنزل بيه تحت، حاجات كده فممكن تبقى صعبه قوي على ناس معينه. فلو الموضوع حاسين ان هو هيبقى صعب عليكم ومتعب شويه، ناخد المركبه نوصل لحد المونكي بيتش على طول. وبكده يا جماعه نكون خلصنا كل حاجه ممكن تعملوها في الجزيره بتاعت بينانج والاسعار بتاعتها كل حاجه. لايك بقى، واحد لايك كده وواحد كومنت دعم. يلا نخش بقى على لانكاوي على طول. جزيره لانكاوي هي الجزيره المفضله واكتر مكان عجبني في ماليزيا كلها. الصراحه الجزيره هاديه كده وجميله والناس فيها اهدى بكتير قوي من بينانج. دي الصراحه كان مكاني المفضل في ماليزيا. بعديه على طول كاميرون هايلاند. خليني بقى اقول لكم على اهم الحاجات اللي تعملوها في الجزيره بتاعت لانكاوي. اول حاجه خلينا نبدا بيها هي الشواطئ. عندنا شطين مهمين جدا في الجزيره بتاعت لانكاوي. اول واحد هو تشينانج بيتش او شاطئ تشينانج، وهو اصلا موجود في الحي بتاع تشينانج. شاطئ مفتوح لذيذ جدا، فيه ووتر اكتيفيتيز كتيره قوي ممكن تعملوها هناك، زي الجيتسكي، بانانا بوت، باراسيلينج، حاجات كتيره قوي ممكن تعملوها هناك. دخول الشاطئ ده ببلاش خالص من غير اي وغير كده في كافيهات كتيره قوي على الشاطئ، فلو عايزين تاكلوا عايزين تشربوا حاجه على الشاطئ ده هتلاقوا حاجات كتيره قوي موجوده هناك. تاني شط هنتكلم عليه هو شط اسمه سكال ساندي بيتش، وده عشان تروحوه يا اما هتستخدموا جراب يا اما هتستخدموا سكوت. انا الصراحه شخصيا مش عارف جراب هيقدر يوديكوا هناك ولا لا، حتى لو وداكوا هل هيرجعكوا ولا لا، لان هو شط بعيد جدا، فممكن يوديكوا بس ممكن ما تلاقوش جراب يرجعكوا، هي دي المشكله. فبرضه علشان اكون صريح 100% في الشط ده هو فعلا شط بعيد، ولما بتروحوا عند المنطقه بتاعت الشط نفسه انا فعلا ما اظنش ان في جراب ممكن يجيلكوا هناك يرجعكوا، يعني هو ممكن يوديكوا عادي بس ما اظنش ان انتوا هتلاقوا حتى جراب قريب يجيلكوا. فاحسن طريقه تروحوا بيها الشط ده هي السكوت. خلصنا الشواطئ نخش بقى في حاجات تانية. عندنا مكان اسمه 7 ويل. 7 ويلز ده منطقه كده بتعمل لها تسلق حوالي 360 سلمه تقريبا، وبعد ما بتطلعوا فوق هو بيبقى زي مدرج شلالات بسيطه كده، وممكن تنزلوا تعوموا في واحده منهم، وفي واحده منهم عامله زي الانفينيتي بول كده، الصراحه كانت رهيبه، كانت بجد حلوه قوي. 7 ويلز من اكتر الاماكن عامه اللي استمتعت بيها في الميه، لان الميه بتاعتها كانت ساقعه شويه والدنيا بتبقى رطوبه قوي الصراحه في لانكاوي، شويه ميه ساقعه بجد هيفرقوا معاكم جدا. بعد كده بقى جنب 7 ويلز على طول في شلال ممكن برضو تروحوه من هناك. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها لحد دلوقتي كلها ببلاش، سواء الشلال بتاع 7 ويلز ده او 7 ويلز نفسها او الشاطئين اللي اتكلمنا عليه. الشلال بقى بتاع 7 ويلز ده هتروحوا له ازاي؟ الطريق اللي بيطلعكم لل 7 ويلز اللي هو 360 سلمه تقريبا، في النص بعد ما تعدوا مثلا السلمه ال 140 او حاجه كده هتلاقوا في داخله شمال ومكتوب عليها اشاره ان ده شلال ووتر فول، فهتبتدوا ان انتوا تاخدوا الطريق ده والطريق ده هيوديكوا للشلال. خامس حاجه بقى ممكن تعملوها في الجزيره بتاعت لانكاوي، دي كانت من احلى الحاجات فعلا اللي انا استمتعت بيها هناك، هي السكاي بريدج. سكاي بريدج ده يعتبر واحد من اخطر الكباري اللي موجوده في ماليزيا، عملت عنه فيديو كامل، روحوا يا جماعه بعد ما نخلص الفيديو ده اتفرجوا بقى على السلسله كلها عشان تبقوا مستعدين 100% لماليزيا، تبقوا شفتوا كل حاجه وتعلمتوا كل حاجه. انا الصراحه بحب اعمل اديكوا كل المعلومات وافرجكوا كمان على فلوجات تشرح المعلومات دي. المهم يعني السكاي بريدج بقى الدخول بتاعه غالي شويه، دخول السكاي بريدج 85 رينجت للتيكت. التيكت بتديك اكسس لايه؟ لحاجه اسمها سكاي دوم، حاجه اسمها سكاي ريكس، وحاجه ثانيه اسمها 3D ارت جاليري. دول بقى لو عايزين تتفرجوا على شكلهم وبنعمل فيهم ايه وكل الكلام ده روحوا اتفرجوا على الفيديو بتاع لانك. وفي تيكت تانية اكسترا بتدفعوها فوق، وبرده طبعا بتانكلود التيكت دي بتانكلود العربيات التلفريك اللي بتطلعكوا فوق خالص، منظر يا جماعه رهيب من التلفريك، التلفريك حلو جدا 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 الصراحه، فده اوعوا تفوتوه. بعد ما بتطلعوا فوق خالص خالص بيبقى في قدامكم تو اوبشن علشان تروحوا السكاي بريدج بقى، يا اما هتدفعوا 6 رينجت وهي هتاخدوا طريق تسلق كده حوالي 15 دقايق، يا اما هتدفعوا تقريبا 12 رينجت او 16 رينجت حاجه كده، وهتاخدوا زي عربيات تلفريك كده كهربائيه غريبه هتوديكوا هناك في دقيقتين. فكده التوتال بتاعكم في اليوم ده هيبقى يا اما 91 رينجت يا اما هيبقى 102 103 حاجه في الرينج ده لو هتاخدوا اللي هي الالكتريك كيبل كارز اللي موجوده فيه. واخر حاجه يا جماعه ممكن تعملوها في لانكاوي هي ان انتوا تستكشفوا الاسواق الليليه هناك وتجربوا الاكل الشعبي برضو اللي موجود هنا. لانكاوي جزيره جميله جدا، فاوعوا بجد ان انتوا تفوتوها. وبكده نكون خلصنا يا جماعه جزء النشاطات
المواصلات اللي موجوده في الاربع مدن دول في الفيديو. خش بقى على اهم النصايح اللي لازم تكونوا عارفينها قبل ما تروحوا ماليزيا، حاجات مهمه كده لازم تبقى في دماغكم وتبقوا عارفينها قبل ما تروحوا هناك. اول نصيحه، من الاماكن اللذيذه برضو اللي ناس كتيره قوي قالت لي عليها بس انا ما كانش عندي الوقت ان انا ازورها، في جزر اسمها بيرسيان ايلاندز او جزر بيرسيان، ممكن برضو تدوروا عليها وتشوفوا لو حابين تروحوا هناك. في ناس راحت هناك بطيران او راحت ببص بعد كده فيري. في مكان اسمه جانتينج هايلاند، حاجه شبه كاميرون هايلاندز كده بس اقرب شويه. وفي بلد تانية اسمها ايبو، برضو من المدن المشهوره اللي ناس كتيره قوي اعرفها كانت بتروح. انا قلت اقول لكم برضو واوفر عليكم ان انتوا تدوروا، قلت اقول لكم اسامي المدن المشهوره اللي ممكن كمان تكونوا حابين ان انتوا تضيفوها للاماكن اللي هتروحوها وانتوا في ماليزيا. تاني نصيحه، الاكل في ماليزيا ممكن ما يعجبش ناس كتير لان الاكل فيه سبايسي كتير قوي، الاكل بجد مشطشط شويه بدعه. لو انتوا مش بتحبوا الشطه حاولوا تسالوا على اماكن الاكل فيها مش بشطه، او لو الاطباق اللي عندهم ممكن ما يحطوش فيها شطه لان الاكل بتاعهم سبايسي شويه، او دوروا بقى على اماكن ما تاكلوش فيها اكل ماليزي لان ممكن يتعبكم شويه. تالت نصيحه، الابلكيشن يا جماعه بتاع جراب مهم جدا ان هو هيبقى على الموبايل بتاعكم قبل ما تيجوا ماليزيا، ده من اهم الابلكيشنز للتنقل، حاجه زي اوبر كده بس موجود في ماليزيا وفي دول ثانيه في اسيا. رابع نصيحه، لو تعرفوا تسيبوا شنطه كبيره من اللي معاكم في كوالالمبور سواء في اوتيل مثلا انتوا فيه او في هوستل او حاجه وتسافروا حوالين ماليزيا بشنطه صغيره كاري اون، هيوفر معاكم جدا في تذاكر الطيران لان هتلاقوا اصلا تذاكر ب 9 دولار و10 دولار و6 دولار و7 دولار وارقام هبل، تاخدكم بقى لجزيره بنانج وجزيره لانكاوي وتوديكوا البيرسيان ايلاندز وكل الكلام ده هتلاقوها باسعار رخيصه جدا لو انتوا معاكم شنطه صغيره. فدي نصيحه ممكن مش ناس كتير يعملوها بس قلت لازم اقولها برده لان هي حاجه مهمه ممكن توفر مع حد جامد قوي. خامس نصيحه، هاتوا معاكم سان بلوك يا جماعه عشان ماليزيا الشمس بتاعتها حاميه شويتين، وبرده هاتوا معاكم رين كوت او جاكيت للمطره عشان برده الدنيا هنا في اوقات كتير قوي تمطر جامد فتحتاجوا ان انتوا يكون معاكم جاكيت كويس للمطر. سادس نصيحه، ممكن تجيبوا شريحه من المطار هنا لو انتوا قاعدين فتره طويله والشرايح هنا بتبقى انليميت وتمن الشريحه هنا حوالي 12 دولار تقريبا، او لو انتوا قاعدين فتره بسيطه هنا فممكن تجيبوا شريحه الكترونيه. هسيب لكم لينك تحت كده الابلكيشن انا بستخدمه اسمه نوميرو، ممكن تحملوا التطبيق من خلاله وتشتروا شريحه الكترونيه وتشتروا كمان باقه الكترونيه من غير ما تغيروا الشريحه اللي في الموبايل بتاعكم خالص، وكمان الابلكيشن هيديكوا هدايا وباقات اضافيه لما تشتركوا في البرنامج من اللينك اللي انا سايبه لكم تحت. سابع نصيحه، ما تقضوش وقت كتير قوي يا جماعه في كوالالمبور وحاولوا كتروا الوقت بتاعكم بره كوالالمبور. اول لما تطلعوا من كوالالمبور هتحسوا ان انتوا رحتوا بلاد ثانيه كتير قوي، الطبيعه هنا تحفه، بس اول لما تخرجوا من كوالالمبور، كوالالمبور مدينه جميله ناطحات سحاب وطبيعه وخضار وكل الكلام ده فعلا جميله قوي بس برضو بره احلى من كده بكتير. تامن معلومه بقى حابب اقولها هي الفيزا بتاعت ماليزيا، الفيزا بتاعت ماليزيا للمصريين ومعظم العرب 90 يوم ببلاش عند الوصول، اهم حاجه بس ان انتوا يكون معاكم تيكت خروج من البلد علشان ما تتعرضوش لاي موقف سخيف وانتوا في المطار. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الفيديو بتاع تروح فين وبكام في ماليزيا، اتمنى والله ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، انا حاولت اقول كل المعلومات اللي في دماغي وفي قلبي وكتبت كل حاجه فعلا عشان اوصل لكم كل حاجه على قد ما اقدر. لو الفيديو بجد عجبكم ما تنسوش يا جماعه ان انتوا تشاركوا الفيديو ده مع كل الناس اللي تعرفوهم رايحين ماليزيا، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتكتبوا لنا كلمه كده في الكومنتات بعد ما اتفرجتوا على الفيديو ده، وطبعا لو مش مشتركين في القناه اوعوا تنسوا تشترك. في محتوى كتير قوي عن ماليزيا نزلته الفتره اللي فاتت لكل الاماكن اللي انا اتكلمت عنها دي، لو عايزين بقى تتفرجوا على الفلوجات الكامله بتاعتها هتلاقوها في السلسله الكامله بتاعه ماليزيا عشان تعيشوا التجربه بجد. حان الوقت بقى ان احنا ننطلق على بلد جديد، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا المغامرات اللي جايه كلها والبلاد اللي هنستكشفها مع بعض. اتمنى اكون افدتكم وان شاء الله تتبسطوا في ماليزيا ودمتم مسافرين.